يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال يتكرر من كثير من الأخوة لا سيما في البلاد التي فيها الحظر بسبب الوباء، ويسألون عن صلاة العيد وكيف يصنعون بها. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب، فمنهم من قال من لم يصلي في المصلى صلى أربعا، وهذا اعتماد منهم على أثر يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكره ابن المنذر في الأوسط وسنده ضعيف. والصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل من يصلي بالناس في المسجد كصلاة العيد سواء، وذلك لعدم قدرتهم على الحضور إما لمطر أو نحوه. فعلى هذا، من لم يتمكن من الخروج إلى المصلى وهو السنة فله أن يصلي في بيته أو مكان سكنه، سواء كان مع أهله أو كان لوحده. فإن صلاة العيد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويصلي ركعتين كصلاة العيد سواء، يكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويسن له أن يقرأ في الركعتين بالفاتحة وسبح وبالفاتحة والغاشية، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد والجمعة بهما. وكذلك له أن يقرأ بسورة قاف والقرآن المجيد وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر لحديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم، ولا يتم فيه الإعلال. وأما الخطبة لا تكون إلا لجماعة، وليست بواجبة ولا بشرط في صلاة العيد، بخلاف خطبة الجمعة، فإنها إذا لم تكن خطبة للجمعة لم تكن صلاة للجمعة، لكن العيد تصح صلاته بدون خطبة. فإن كان في بيته أو في سكنه وهم عدد يحتاجون إلى مثل ذلك، فلا بأس أن يعظهم ويوجههم بخطبة واحدة ليس فيها جلوس على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن لم يتيسر له ذلك ليس عليه شيء. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله.